بصراحة احنا دفعنا مبالغ كثيرة عشان تكون المدرسة ملائمة للطلاب. لا ما شاء الله المدرسة جميلة جدا وعجبتني. ها يا ولدي ايش رايك بالمدرسة؟ حلوة المدرسة عجبتني. لا وبتعجبك المدرسة بعد اكثر، خاصة لما تشوف ربعك وهم يلعبوا ويمرحوا ويستانسوا. عندنا هنا في المدرسة العاب مسلية جدا واكيد بتعجبك. هذه المدرسة ماشي احلى منها. طب كلهم شايفينك يا استاذ حسين. نعم استاذي. انا ادفع لك راتب كل شهر، خلي عنك هذه الحركات والاتصالات والمغادر، انا ما مشغلنك هني بلاش. خير ان شاء الله استاذي، في شيء؟ انا ما خلص كلامي ولا تقاطعني لو سمحت. بس استاذي انا اليوم ما عندي مناوبة. عندك مناوبة؟ ما عندك مناوبة؟ هذا ما شغلي، انت هني المشرف ولازم تجي. والله استاذ احنا اتفقنا المرة الماضية. انا اللي كنت متفق معاك، والظهر اني بلغ الاتفاق، فهم؟ ان شاء الله استاذ. يترك الإنسان من خلال تعامله مع الناس بصمة، فإما أن تكون بصمة خير له أو شر عليه، وفي الأخير يقيم الإنسان بتعامله مع الناس، هل هذا إنسان طيب لطيف كريم أو غليظ جاف عبوس. قيمة الإنسان إذن في تعامله مع الناس، لهذا كان الأساس عندنا الدين المعاملة. الدين المعاملة.